تمام كده. انا ارجع وان ستيب كده. انا لما دخلنا على الكوكرين لايبراري فانا اخترت بعد كده كده انا دي الكوكرين لايبراري كلها لما دخلت عليها وبصيت على الحاجات اللي في الجنب عشان اشوف التوبكس اللي هي فيها والفيلدز اللي فيها الريفيوز. ومن فوق هنا بشوفهم مقسمهم، مقسم الكونتنت اللي موجودة على الكوكرين لايبراري الريفيوز، كوكرين بروتوكولز، ترايلز، اديتورز كده. انا هخش على الكلينيكال ترايلز تمام، ومن الكلينيكال ترايلز هاجي في الفلتر اللي فوق دوت وابدا اكتب التوبيك اللي انا عايزاه. هكتب هنا سكيزوفرينيا schizophrenia spectrum disorder. هنا اهو هجدد هيطلع لي الترايل كلينيكال ترايلز اللي موجوده على السكيزوفرينيا اهي تمام. هو قال لي هنا فوق اهو في 11 ريفيوز، في 4 بروتوكول لسه بيتعملوا، في 438 ترايلز على السكيزوفرينيا سبيكتروم ديس اوردر تمام. ودي التوبكس اللي انا ايه اللي لقيتها. اخش بقى اقرا واشوف. لو انا قلت مثلا كده هشوف البريفيو هلاقي كاتب لي حاجه صغيره عن الموضوع دوت تمام. دي كده الكلينيكال ترايل. في حته عايزه اوري من حضراتكم منها طبعا الكوكران زي ما قلت لحضراتكم هي دي اللي بيبقى عليها داتابيز اسمها سينا هيلث اللي هي تعتبر من داتابيز متخصصه فور النيرسينج تمام كده. انا بس كنت عايزه اوري حضراتكم برضو الكوكرين لايبراري دي كده. احنا كده دخلنا على طول على الجزء اللي هو فيه السيستماتيك ريفيوز. كده هوري حضراتكم اللي هي اللي اسمه الجزء اللي اسمه لايبراري. ده هنا بيوريني حاجات التوبكس اللي شغاله كويس قوي في الوقت ده واللي عليها سبيشال كولكشن او عليها يعني في طلب على ريسيرش الاريا دي دلوقتي. فطبعا الحاجات الاكثر حاجات فيها شغل دلوقتي اللي هي الكوفيد طبعا بكل ايه ادي الاستاديز اللي موجوده على الجزء ده. دي كده الكوكرين لايبراري. انا كنت عايزه اوري حضرتك سينا هل بس مش شايفاها دلوقتي. طيب هي في انا مش قادره اتذكر السنه هل جبتها منين يعني مش شايفاها بالظبط دلوقتي فين بس هبقى اشوفها. مش قادره اتذكر يعني هي كانت فين مكانها يعني مش بستعملها كتير لان احنا بالنسبه للاريا بتاعتنا يعني مش
مش عليها طلب كتير بالنسبة للتخصص بتاعنا، إنما التخصصات التانية هيبقوا محتاجينها. فممكن أشوف البورتال الثالث ده. اهي اهي يا جماعه، دي كده سيناهل اهي، اللي هي الداتا بيز اللي هي سبيشاليزد فور نيرسينج. فانا لو دوست عليها كده كده انا دخلت جوه بورتال سبيشاليزد للنيرسينج، التخصص النيرسينج بكل الترايلز والسيستماتيك ريفيوز بتاعته. طبعا هو هنا بيبص للموضوع انتر ديسيبلينري، يعني مش بس يعني مش هتلاقي كلمة nursing في التايتل أو في الجورنال، ولكن هي areas related للnursing science للتخصصات المختلفة. تمام، فدي برضو من الداتابيزز الكويسة جدا، خصوصا الناس اللي هي في التخصصات اللي بتعمل clinical trials، استخدموا therapies، بيستخدموا علاجات بديلة، كل الحاجات دي هيبقى البورتال ده برضو مهم بالنسبة لهم. في أي سؤال لغاية دلوقتي دكتورة؟ يا دكتور في جالكو بقى. هل في أسئلة في الجزئية اللي فات؟ حد عنده أي سؤال من حضراتكم؟ طيب هخش بقى على السيفير. طبعا السيفير هي أشهر واحدة إن الناس كلها بتخش عليها، فأنا مش هطول فيها. السيفير عملت دمج مع سكوبس، فبقت فدخل يعني اشترت سكوربس بقت دخلت جواها هي كمان، فبقى بقت وكلينيكال كي برضو داخله جواها. تمام، فانا عندي كلينيكال كي موجوده على الموقع بتاع الايجيبشن نوليدج بانك كببلشر لوحدها او كداتابيس صغيره لوحدها، وموجوده برضو جوه الالسيفير لان الالسيفير شارياها او عامله دمج معاها. تمام، فانا لو دخلت كده على ساينس دايركت هخش كده. طبعا هو هنا بكتب الكيوردز اللي انا عايزاها، زي مثلا انا هدور على البوزيتيف بوزيتيف كوجنيشن مثلا as a topic. تمام، فهبدا الاقيه كده طلع لي كل التوبكس، وعامل بيعمل طبعا الهايلايت على الكلمات اللي انا ايه الwords اللي انا حطاها في السيرش بتاعي. وادي ايه الداتا برضو related للجورنال. لو انا دوست على الجورنال كده على ايه حولني على الجورنال ديت البورتال بتاع الجورنال، واقدر ان انا اخش اشوف الجورنال دي. ادي الامباكت فاكتور بتاعها، سايت سكور بتاعها، ال recent volumes اللي عليها. ولو انا عايزه اسميت طبعا ده البورتال بتاع الجورنال نفسها على السيفير لو انا هعمل سبمشن هو دخلني، لكن غير في الويب اوف ساينس. الويب اوف ساينس بيديني داتا بس عن الجورنال وعن الكوارتايل. هناخد بالنا من حاجه ان الكوارتايلز اللي هي حاليا بيؤخذ بيها في لجان الترقيات اللي هو بيقولوا كيو 1 ده ما يبعتش تقييمه او تحكيمه من قبل اللجنه وبياخد سكور على طول، ده للحاجات اللي واخده كيوهات بس، يعني مش تبع السيفير. يعني لازم يكون الحاجات اللي هي موجودة على الويب اوف ساينس. تمام كده، فأنا برضو هنا هوري حضراتكم ازاي اختار. انا هرجع باك السيرش بتاعي، انا مثلا عجبني الكام ارتكل دول، هبدأ اختارهم كده، وبعد كده من هنا بدوس اكسبورت. اكسبورت ده بيقوم منزلني زيب فايل كده، بفتحه بيقوم منزل لي الريفرنسز دي على الاند نود بتاعي. تمام، طبعا هنا برضو ممكن اعمل سورتنج اكوردنج تو ريليفنس او تو ديت. هو هنا عاملها لي اوريدي اكوردنج تو ريليفنس للكيورد اللي انا حطيتها، ولو انا دوست بالديت هيبدا يحطه لي يا اما اسندنج يا اما ديسندنج، برضو بقدر ان انا اختارها. طيب السيفير هنا فيها اوبشن ان انا اعمل ساين ان وادخل بياناتي وابقى ليا يوزر نيم وباسورد على السيفير نفسها. تمام، ممكن ادخل بنفس اليوزر نيم والباسورد اللي هو نفس الايميل يعني والباسورد بتوع الايجيبشن نوليدج بانك او لا،
بس يفضل ان هو يكون بالايجيبشن نوليدج بانك عشان يعمل لينك ما بين كل الداتابيزز او كل الاكونتس بتاعتك على الديفرنت داتابيزز. تمام، هو هنا ممكن اعمل ريفاين سيرش بتاعي لو انا عايزه مثلا الحاجات المنشوره 2020 بس 2000، عايزه حاجات مور يعني اقدم من كده، عايزه حاجات اللي لسه. طبعا هو هنا عندي حاجات لغايه 2022، ده بيحصل لان في كميه الارتكلز اللي بتتبعت للجورنالز كتير والجورنالز بتاخد مساحات محدوده، فبترحل او بتسجل دول للايشوز القادمه يعني، فبتبقى نازله اونلاين لكن ما بتنزلش برنتد لسه غير لما يجي معاد. لو انا عايزه ادور بالارتكل تايب، عايزه ادور بالابلكيشن تايب، عايزه ادور بالاكسس هي اوبن ولا لا. تمام، كل ده يعني يعتبر ادفانس سيرش متاح لي. بما ان احنا في ساينس دايركت، فانا عايزه اعرف حضراتكم برضو على خدمه ثانيه بتقدمها الساينس دايركت اللي هي الريسيرشر اكاديمي. Elsevier Researcher Academy. ال Elsevier Researcher Academy دي دول هم عاملين زي Academy Online، فيها مجموعة من التوبكس أو الموديولز. ده موديول 1 تحت منه 3 توبكس، ده موديول 2 تحت منه كام توبك وهكذا، related للresearch preparation والwriting والpublication process والnavigation. يقدر أي حد فينا مجرد ما يعمل user name وpassword يعمل لنفسه account. هنا أنا هنا ليه account، ومجرد ما بعمل account ببدأ إن أنا أخش مثلا سي أخش على خلينا نخش على مثلا how to write a research proposal. هاخد مثلا fundamentals of manuscript writing. تمام، هلاقي ادي الشرح، اكتر من شرح، ادي كذا سيشنز للمانسكريبت رايتنج. اقدر اخش عليها هتفرج عليها واسمع السيشنز، لازم اخلصها. بعد ما اخلصها بينزل لي شهاده سوفت على الموقع ده، وبقدر اعمل داونلود الشهاده دي واطبعها بعد كده. تمام، تمام كده دكتوره غيدة، ولا في حاجه تانية؟ متهيألي احنا طولنا كده. تمام يا دكتور، تمام كده. هل في اي سؤال عند حضراتكم؟ في اي سؤال بخصوص الايجيبشن نوليدج بانك حضراتكم تحبوا تستفسروا عنه، او في حاجه ما كانتش واضحه؟ يا دكتوره ميار حضرتك استوفيتي كل الحاجات ان شاء الله، يعني شكرا لحضرتك. بس شكرا. هنشوف لو في اي سؤال. دكتوره رندا انا هفتح المايك، اتفضلي دكتوره رندا. اتفضلي دكتوره رندا، حضرتك ممكن تفتحي المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. محاضره شيقه وجزاك الله خير من اسلوبك، ممتع جدا صراحه، وشكرا لدكتوره غاده. انا بس كنت حابه لحضرتك برضو تعيدي تاني المعادله اللي هي فيها حساب الجورنال امباكت فاكتور بتساوي ايه على ايه، عدد السيتيشن. هي المعادلة دي أنا مش محتاجة أحسبها، هي أوريدي الموقع بيحسبها لي أوتوماتيك. الجورنال نفسها هي اللي بتحسبها علشان تطلع منها ال مش الجورنال، الويب أوف ساينس نفسها. هي الويب أوف ساينس عاملة زي إندكس كبير أو بتبدأ تحسب بيه. أنا ممكن أوريها لك تاني. ممكن بس حضرتك وريها لنا بس دكتور تاني، معلش. هريك بس أعملي شير للسكرين دكتورة ميور. طيب حاضر. ثانية واحدة دكتورة. اتفضلي. أنا هنا لما دخلت على اسم الجورنال نفسه من على الويب اوف ساينس، تمام، دوست عليه ففتح لي أهو من على الأيكون اللي هو اسمه جورنال سيتيشن ريبورت اللي هو ده. تمام؟ أنا لما بدخل على الويب اوف ساينس عندي ويب اوف ساينس نفسه الداتا بيز اللي بعمل فيها السيرش العادي بتاع الباحثين. عندي الانسايت دي ان انا بعرف الريسيرش اريا المهمه او الاورجنايزيشن المهمه او كده، يعني بعرف داتا ريبورتنج يعني من الحاجات اللي موجوده. هنا هو الجورنال سيتيشن ريبورت ده بيديني الريبورتس اللي خاصه عن الجورنالز نفسها. فلو انا دخلت عليه كتبت اسم الجورنال بتاعتي
او الجورنال اللي انا عايزه اشوف السيتيشن بتاع الامباكت فاكتور بتاعها قد ايه وبكتبها هنا اهو، بيقوم بيطلع لي كل الداتا اللي عليها. اولا ادي هي مكانها فين، دي تبع مثلا استراليا، هي مرتبطه بتو كاتيجوريز اهو تمام. هنزل بقى لتحت الاقي الامباكت فاكتور بتاعها بالجراف، ده الامباكت فاكتور ايه الكبير. طيب هو بيحسبه ازاي؟ ادي الحسبه بتاعته، هو بيشوف مش بيحسب، بيشوف اخر سنه، اخر سنتين تمام، اخر سنتين 17 و18 اهو، سايتيشن ان 2019 يعني سنه 2019 حصل كم مره سايتيشن للارتكلز اللي اتنشرت في سنه 2017 و2018 تمام، ويشوف عددهم. فهم حصل كان في كم سايتيشن في 17 و18 اتعملوا يعني سنه 2019، كم مجله من كم ارتكل من المجله دول اللي اتنشروا في السنتين السابقتين تم عمل لهم سايتيشن في 2019، طلعوا 548 تمام. دي عدد الارتكل اللي اتنشرت في السنتين في 2019 الجديد للسنتين اللي قبلها، على دي على التوتال نمبر اوف ايتمز سايتيشن ايتمز، توتال نمبر اوف ايتمز يعني كل الارتكلز اللي اتنشرت في السنتين دول اللي هم 17 و18. فهم كل الارتكلز اللي جت للمجله دي كانوا 230 تمام. كم واحده اتعادت يعني ابتدت الناس تشوفها وتقوم عايده تاني الكلام من نفس الجورنال دي من نفس الارتكل دوت 548 مره، يقسموا الاثنين دول على بعض يطلع لي 2 بوينت كذا، معناها ان الجورنال دي بتنشر ارتكلز الارتكلز هي بتنشرها بيتعاد السيتيشن فيها بنسبه 2.383 تمام. يعني فرصه ان انت تنشري في مجله زي دي معناها ان انت المجله بتاعتك الارتكل بتاعك ليه فرصه ان هو يتشاف بنسبه 2.338 تمام. فده الامباكت فاكتور بتاعها، يبقى هي جورنال قويه ومفروض ان احنا ننشر فيها. طبعا ال 2.38 ده بالنسبه للتخصص بتاعنا اللي هو السايكاتري والمنتال هيلث يعتبر كبير جدا. في تخصصات ثانيه لا ممكن يكون ال 2.3 ده قليل، فاهماني ازاي؟ يعني مثلا بتاعت كريتيكال، لو انت بتاعت كريتيكال ال 2.3 ده ممكن يكون حاجه ضعيفه، ممكن يبقى معناها ان الفرصه دي ضعيفه ماشي. لكن بالنسبه للسايكاتري ما فيش شغل فيه يعني زي الكريتيكال وكده، ف 2.3 بالنسبه لنا ده رقم كبير جدا، معناه ان المجله دي قويه جدا. تمام كده دكتوره؟ تمام وصلت. شكرا دكتوره. شكرا دكتوره رندا. دكتوره جيهان اتفضلي، حضرتك ممكن تفتحي المايك. دكتوره جيهان اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا دكتوره ميار على المحاضره الرائعه دي، الله يخليكي. طبعا دي بتفيدنا كباحثين في عمليه السيرش بدرجه يعني هايله جدا يعني. كنت ليا بس استفسار، انا كنت دخلت على بنك المعرفه من فتره طويل كده، جيت بطلت ادخل عليه، جيت ادخل تاني طبعا نسيت الباسورد بتاعي ومش عارفه ادخل عليه، هل عندك مثلا حل للمشكله دي اقدر ادخل تاني عليه ولا اعمل ايه؟ دكتوره من عندنا من الكليه هتروحي المكتبه بس يبقى معاكي الرقم القومي وهم هيقدروا ان هم واحد جديد يعني غير اللي كان عندي اصلا. هو لازم يتلغى القديم يا دكتور، حضرتك بتروحي برقم لانه اوريدي مسجل الرقم القومي بتاع حضرتك، فهم لازم يبعتوا زي طلب كده بالغاء القديم علشان لو حضرتك عندك نفس الرقم القومي مش هتقدري تسجلي بيه. فهم في المكتبه او مثلا نسيت الباسورد، هل ينفع ادخل باسورد جديده؟ ايوه. بصي لو عادي. في الكليه، لو هي مشكله الباسورد اتفضلي دكتوره ماير. هي دكتوره لو انت هتروحي لهم في المكتبه في الكليه، هم المفروض عندهم شبكه الجامعه موجوده فيقدر يعمل لك اي حاجه على الاكونت بتاعك، يعني يقدر يخش يغير لك اليوزر نيم، يعمل لك سيت اب للاكونت من اول وجديد، لان هو بيدخل برقمك القومي ويظبط. لو هم ما عرفوش او في اي مشكله او شبكه الجامعه مش شغاله، من المكتبه المركزيه اللي جنب النجده في دقيقه واحده هتخلصي كل حاجه. شكرا يا دكتوره، الله يكرمك. شكرا. العفو دكتوره، العفو دكتوره. هو الميزه دلوقتي ان هو كان زمان الاكسس بتاع الايجيبشن نوليدج بانك كان 3 شهور، يعني لو انت ما رحتش فتحته من موقع شبكه الجامعه خلال 3 شهور بيتقفل، يعني ما تقدرش تدخل غير من جوه الكليه بس. دلوقتي لا، دلوقتي بقى مفتوح خلاص. يعني انت مجرد ما تعملي له اكتيفيشن مره واحده بس من على شبكه الجامعه او من المكتبه المركزيه هو بيبقى مفتوح على طول، ما بيتقفلش،
غير الاول يعني. اعتقد لازم بالايميل الجامعي دكتوره ميار، يعني لازم يا دكتوره انا عاملاه اكونت بالجيميل، ايميل. انا عاملاه بالجيميل زي ما اتدخل بالرقم القومي بتاعي من انا كنت عاملاه بالجيميل اصلا. ورحت المكتبه المركزيه فعملت لي اكتيفيشن وقالت لي خلاص كده، قلت لها طب اغير الايميل اخليه ايميل جامعه احسن عشان ما يقفلش عليا تاني، قالت لي لا خلاص هو كده مش هيقفل عليكي تاني، يعني انت لو عملتي اكتيفيشن من المكتبه تمام المركزيه بالايميل العادي بتاعك بيفضل مفتوح مفيش. تمام تمام شكرا لا دكتورة. دكتورة إيمان طه، اتفضلي دكتور. دكتورة إيمان حضرتك تقدري ايوه تفتحي السلام المايك عليكم. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتوره غاده، شكرا دكتوره ميار على البرزنتيشن الجميله. ليا شكرا بس الرد على سؤال دكتوره جيهان ماهر. انا كان عندي برضو مشكله في الدخول على بنك المعرفه قريب، فعملت بعت لبنك المعرفه على ايميل support@ekb.eg support@ekb.eg. حضرتك بتكتبي المشكله بتاعتك، سبب عدم الدخول او في مشكله في الباسورد، بتبعتي له المشكله وغالبا بيبعت لك يقول لك ابعتي صوره من الرقم القومي بتاعك، بتبعتيها له وبعدين بيرد عليكي في نفس اليوم او تاني يوم بيغير لك الباسورد بتاعك، وممكن يكون بالايميل الجامعي او بغير، ممكن على ياهو او جيميل او اي ايميل تاني. فحضرتك على طول ابعتي على السابورت وهم هيبعتوا لك بدون ما تروحي المكتبه المركزيه او مكتبه الكليه. هم سهلوا الامور دلوقتي، ان انت مجرد ما بتبعتي الايميل بيحل لك المشكله على طول. شكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتوره ايمان، الف شكرا لحضرتك. دكتوره نجوى اتفضلي. دكتوره نجوى تقدري تفتحي المايك. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا دكتور ميار، شكرا دكتور غاده. هو كان رد برضه على دكتور جيهين، معلش كان انا كان عندي نفس المشكله وحلتها من غير ما اروح الجامعه ومن غير ما اروح الكليه كمان اصلا. هو اللي ساعدني فيها دكتور محمود خضر اللي هو في قسم سايك. هي المفروض يا دكتور هتطلبي تعديل ان انت تعملي ايديت لبيانات، سواء انت داخله بالجيميل، انا كنت داخله بالجيميل وعايزه ادخل طبعا الايميل الجامعي بتاعنا، عملت ايديت فقال لي دخلي الايميل الجامعي بتاعك والباسورد والرقم القومي ودخلت كل الحاجات دي، بس بتنتظري يومين وبتابع الايميل الجامعي بتاعك بيوصلك كونفرميشن على الايميل الجامعي بتاعك، ومن الكونفرميشن ده بيغير كل حاجه. ده اللي حصل معايا وساعدني فيه دكتور محمود من قسم ساين بس. فانا كنت عايزه اقول بس ان هو مش لازم تروحي الجامعه او مكتبه الاسكندريه زي ما كلنا عارفين او كده، وبيتهيألي دلوقتي ان هو كمان ممكن من البيت، يعني كمان مش لازم الكليه، ده انا عملته من البيت ما رحتش الكليه بس. تمام كده شكرا. شكرا دكتوره نجوى. احنا ده لو حضرتك حابه تعملي ايديتنج اعتقد للايميل او حاجه، لكن دكتوره جين اعتقد عندها مشكله ان هي مش عارفه تدخل اصلا على الايميل، فدكتوره ايمان قالت لنا ان ممكن تبعت على السبورت. هل في اي اسئله تانية عند حضراتكم؟ في اي سؤال؟